السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي في تمرين جديد من تمارين الأقدام بعنوان إكزرسيس دابليكاسيون بور ديماراج. نبدأ على بركة الله. هذا هو التمرين اللي غادي نخدمه. السؤال يقول كالكولي لي رياكسيون دابوي. كما كتلاحظوا معايا في الصورة عندنا جوج ديال لي زابوي سامبل ا و بي، عطينا جوج ديال لي فورس. فورس اف 1 كتساوي 50 طن فورس، اف 2 كتساوي 25 طن فورس. نبدا على بركة الله. كما كتلاحظوا معايا في الشكل حطيت لكم هنايا المنحة بالنسبة للرياكسيون والمنحة الموجب بالنسبة للمومو. اول حاجة كما قلت لكم في الفيديو السابق كنديروا لي غولاسيون ديكيليبر ستاتيك اللي هما لا سوم ديال لي فورس في المنحة او اكس كيساوي صفر، لا سوم ديال لي فورس في المنحة او ايكغيك كيساوي صفر، ولا سوم ديال لي مومون بارابور واحد البوان دوني كيساوي صفر. من بعد كنقلبوا على لي فورس اللي كاينين في المنحة او اكس اللي هو كيكون على هاد في هاد الاتجاه هذا. هنايا في الشكل ما عندنا حتى شي فورس في هاد المنحة دونك كتساوي صفر. شوفوا دابا لي فورس في المنحة او ايكغيك كما كتلاحظوا عندنا ار ا عندها نفس الاتجاه يعني بلوس، اف نازلة عندها موان، اف دو نازلة عندها موان، ار بي طالعة غادا في نفس الاتجاه مع المنحة المختار دونك عندها بلوس. نديرو ار ا ناقص اف ناقص اف دو بلوس ار بي كتساوي صفر. دابا نشوفو لي مومو كيفما قلنا سابقا لي مومو هما لي فورس فوا لي ديستونس بارابور واحد البوان اللي حنا اختارينا في هاد التمرين هذا. حنا اختارينا بوان هي بي والمنحة الموجب هو هذا. دونك غنشوفو المسافة ما بين اول رياكسيون اللي هي ار ا وهاد البوان هادي. عندنا هنا 3 بلس 1 بلس 1 هي 5، دونك عندنا 5 ار ا هي هادي. عندنا بالنسبة لاف اللي شديناها ودورناها على هاد البوان هادي غنلقاوها باللي غادا العكس ديال هاد الاتجاه ديال هاد المنحة هذا، يعني عندها ناقص. وغادي نشوفو المسافة التي تفصل بين هاد لافورس هادي ما بين النقطة اللي اختارينا، غنلقاو بلي هي 3 زائد 1 هي 4، دونك غادي نديرو ناقص 4 اف 1 هي هادي. بالنسبة لاف 2 حتى هي الا شدينا هاد الفلاش هذا ودورنا على هاد النقطة هادي غنلقاو بلي غادا العكس ديال هاد المنحة الموجب دونك سالبة عندها ناقص. وغنشوفو المسافة ما بين هاد لافورس هادي وما بين البوان اللي اختارينا القوية 3، دونك غنديرو ناقص 3 اف 2 هي هادي. غادي يبدا التبسيط. عندنا لي فورس في او اكس كيساوي صفر، هنايا عندنا ار ا بلس ار بي كيساوي اف 1 بلس اف 2. حقاش كانت عندنا الاشارة سالبة، ملي حولنا لوتر كوتي غتولي موجبة. بالنسبة لار ا فاحنا درنا 5 ار ا كتساوي 4 اف 1 زائد 3 اف 2، بما ان عندنا هنايا الضرب غتولي قسمه 5. وعوضنا هاد لي فورس باللي فالور ديالهم كيف ما قلنا سابقا، اف 1 كتساوي 50 طن فورس و اف 2 كتساوي 25 طن فورس. دونك ار ا بلس ار بي كتساوي 50 زائد 25 اللي هي 75 طن فورس. هنا عندنا 4 في 50 زائد 3 في 25 مقسومة على 2 هي هادي. غنديروها في الكالكولاتريس غتعطينا بلي ار ا كتساوي 55 طن فورس. دونك بما ان دابا عندنا الرياكسيون ار ا شحال كتساوي، غنرجعو لهاد العلاقة هادي اللي كتقول باللي ار ا بلس ار بي كتساوي 75، وغادي نخرجو هاد ار ا لوتر كوتي باش يعطينا ار بي. دونك ار بي كتساوي 75 ناقص ار ا اللي كتساوي 55، دونك 75 ناقص 55
هي 20 طن فورس، وبالتالي ها احنا حسبنا لي رياكسيون دابوي ار اك تساوي 55 طن فورس، ار بي تساوي 20 طن فورس. كنتمنى بلي هاد التمرين هذا يكون مفيد بالنسبه للتلاميذ اللي يلا بداو في لي دي ام. للمزيد من الفيديوهات الموجود الضغط على ايقونه تابوني اسفل الفيديو للاشتراك في قناتنا ليصلكم الجديد، وكذلك للاجابه عن تساؤلاتكم اثناء حصه اللايف. وشكرا لحسن التتبع.